وهنبدأ إن شاء الله هذه الجلسة، ويسعدني ويشرفني مشاركة الأساتذة دكتورة أمل فرماوي وأستاذة دكتورة سالي فريد، أستاذ دكتورة نيارة إسماعيل، أستاذة دكتورة آلاء الأمير في إدارة هذه الجلسة. ويسعدني أن أقدم الزميلة العزيزة والأخت الفاضلة الأستاذة الدكتورة مي نصار، أستاذ طب الأطفال وأستاذ التغذية الإكلينيكية، التي طالما أسعدتنا بمحاضرتها وأفادتنا كثيرا جدا بمحاضرتها والعلم الرائع اللي موجود فيها. والنهاردة إن شاء الله هتقدم لنا كولويدال أوت ميل أند بيبيز سكين. تفضلي دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ دكتور وفاء، شكرا على المقدمة الجميلة. Chairpersons, colleagues, it's an honor and a pleasure to be with you today. والحقيقة أنا معاكم النهاردة، والتوك بتاعتي هيبقى عنوانها Colloidal Oatmeal and Baby Skin. أنا اسمي مي نصار، أستاذ في كلية الطب جامعة عين شمس. And for those of you who do not know me, أنا معايا دكتور وماستر degree in pediatrics، معايا ماستر degree in clinical nutrition. ولكن النهارده صحيح هتكلم على الاوت ميل، انما انا مش هاكله للولاد بقى، انا هديهم البنفيت بس بطريقه ثانيه. النهارده هنتكلم على البيبي سكين. This talk is sponsored by Johnson & Johnson Company, however they did not interfere with any of its scientific content. الاجنده بتاعتي في ال 30 دقيقه دول ان انا هوضح لكم differences between babies and adult skin. هنشوف مع بعض الـ pathophysiology of common pediatric skin disorders، وهنشوف الـ protection of babies from these common skin problems بيتم ازاي، وفي الآخر هنتناول الـ role of oat in protection and management of common skin disease. طيب، نبتدي ونقول Happy Mother's Day for all mothers، وإن spite of the fact that we are all doctors، most of us are mothers as well، فيستحقوا التحية في الأسبوع اللي فيه ابتدى بعيد الأم. ونقول إن الحقيقة في two kinds of parents، في parents who worry وفي parents who do not worry. وعلشان الأم توصل لل peace of mind وهي لسه أم جديدة، لازم she should secure the baby's needs عشان تلاقي وقت لنفسها. يبقى الفيدينج والباثينج والتشينجز فور ذا بيبيز، they need to be done properly in order to earn this peace of mind. هنوضح الاول هو ايه السكين. السكين الحقيقه هو dynamic complex organ، وبيعمل functions vital للجسم، من اول ان هو الفيزيكال بارير الرئيسي اللي بيحمينا من الباثوجنز والالرجنز، للبروتكشن من الالترا فايلوت راديشن، وكمان هو بيحمينا اجينست الووتر لوس، ومسؤول عن ان هو تو مينتين الانترنال هايدريشن والالكترولايت بالانس. ما ننساش الرول بتاعته تو ريجوليت بودي تمبرتشر، وكمان از سنسوري بيرسبشن اورجن. طيب الاناتومي بقى بيتكون من ايه؟ وقدام حضراتكم صوره بتوضح ان هو ايبيديرمس وديرمس وهايبوديرمس، وكمان الصوره بتوضح ان ازاي ان انا عندي ستراتم كورنيوم وتحتيه اللوسيدم، وبعد كده يجي ستراتم جرانيولوزم ثم الستراتم سبونجيوزم قبل ما نشوف البيزل لير. والصوره الثانيه بتوضح السكين ابندجز وكلها موجوده ازاي وفين بالظبط. طيب البارير بقى، السكين از بارير، الحقيقه الستراتوم كورنيوم هي الاوتر موست، وهي المقصوده بكلمه الميكانيكال بارير، بس بيجي فوقيها حاجه اسمها اسيد منتل، والحقيقه دي فيري فاين سلايتلي اسيدك فيلم موجود على السيرفيس اوف هيومن سكين، وده مسؤول فعلا عن البارير. الحقيقه هو بيحمينا من البكتيريا والفيروسز وكل الكونتامينانتس، ومسؤول عن البي اتش اوف ذا سكين اللي بيتراوح في الادلت من 4.5 ل 6.5. يعني نشوف مع بعض كده البارير بتاعي. احنا اتفقنا ان فيه اسيد منتل، وفوقيها كمان في اكسترا بارير من الميكروبيوم، وما ننساش الليبيد بارير، والكلام ده كله مسؤول عنه زي ما قلنا الستراتوم كورنيوم، وده اللي بيطرد لي كل الايرتنس. طيب لو حصل مشكله، لو البارير ده ديسربتد، ابتدي افقد الميه، ابتدي يحصل دراينس، يبتدي كل الانجوريوس سبستنس سواء انفكشوس ايجنت او الرجنز تخش وتعمل لي مشاكل. طيب
نشوف مع بعض ان البارير فانكشن ده بتاع الابيديرمس primarily located في الستراتم كورنيوم, ولكن البيرميابيليتي اوف ابيديرمس اللي هي ديتيرمند بكومبلكس انتراكشن ما بين كل المكونات من اول الكورنيوسايتس كسلز للجروب اوف ستراكشرال بروتينز الموجوده واهمهم الفيلاجرين, وعندي كمان ريجيلاتوري انزيمز, وعندي ليبيدز زي السيرامايدز, وعندي الناتشرال موسترايزنج فاكتورز, وكل ده موجود ان بتوين ذا سيل. وانزل بعد كده الاقي التايت جانكشنز بتاعه الاستراتم جرانيولوزم, وده الحقيقه كله متغطي بهيلثي والبالانسد سكين مايكروبيوم. جميل, يبقى فوق واضح قدام حضراتكم النورمال سكين بالمايكروبيال دايفرستي اللي بتحمينا, وفي النص واضح الشغل اللي بيعمله الاستراتم كورنيوم والاستراتم جرانيولوزم, وتحت في ديمونستريشن للبي اتشز المختلفه وازاي ان احنا بنميل ناحيه الاسيدك بي اتش, وازاي ان في انواع كتيره من السكين, وان الاويلي اقرب للاسيدك من الدراي اي سكين. طيب لو حصل دامج للبارير اجين, اول حاجه بتحصل بيبقى فيه لوس اوف مويستشر, وده معناه دراينس. السيل زي ما انتم شايفين الستراتم كورنيوم السيلز ما هياش هيلثي ومش ماسكه نفسها, وبعد كده الاقي السيبم بارير نفسه ديسربتد, وده بيسبب الالرجنز والفيروسز انها تدخل وتعمل لي انجري. نيجي بقى نقول كلمتين على السكين مايكروبيوم. الحقيقه السكين از فيرست لاين اوف ديفنس ده ما فيش فيها قولان, وريسنتلي بقى المودرن ميتاجينوميك اناليسيس بدات توضح لنا الافيدنس اللي بتقول ان السكين بيبقى كولونايزد بدايفيرس ودايناميك دنس كوميونيتيز اوف كومنسال مايكرو اورجانيزمز, وبيسموا الكلام ده الكوتينيوس مايكروبيوم. والكولونيز دي بتبقى عايشه على السيرفيس, والحقيقه بتعمل لي كومبلكس ايكو سيستم, وthese are established as early as the birth itself. لما الطفل بيعدي في البيرث كانال وتبتدي الكولونايزيشن اللي بتكونتينيو تو ايفولف throughout life. الصوره دي بتوضح ازاي ان انا عندي فعلا سكين سيمبيوتيك مايكروبيوت واخده لاير كامل واضحه جدا, وتحتيها يجي الاستراتم كورنيوم زي ما بان في الصور اللي قبل كده. طيب why do we want bacteria on our skin؟ الحقيقه ده سؤال مهم جدا, ولازم نوضح ان في local effects وفي systemic effects. اللوكال قدام حضراتكم في السلايد دي المينتننس اوف انتك سكين بارير, الحقيقه المايكروبيوم بيقوم بيه, وكمان في رول في الماتوريشن اوف ذا سكين اميون سيستم, وما ننساش الرول في التيشو ريبير والانجيوجينيس. يعني احنا محتاجين البكتيريا on our skin؟ Yes we do, because bacterial wealth equals systemic health. ونيجي بقى للسيستميك effects of skin microbiome, ونقول ان السكين مايكروبيوم ليها local وsystemic signaling, والحقيقه ده الكلام ده through special antigen presenting cells وcutaneous immune networks. ولو في abnormal colonization وهي مش موجوده هيحصل barrier disruption وabnormal signaling, وممكن الكلام ده يوصلني local and systemic immune dysregulation. يبقى المايكروبيوم له لوكال ولو سيستميك افكتس. طيب لو حصل دامج للسكين بارير بالديسبايوز, يعني البكتيريا اللي جايه عاملاه للستراتم ده بدات تبقى مش بالدايفرستي وما فيهاش الفيري نايس بكتيريا اللي بتساعدني, دخل فيها اذر فورمز وحاجات مش الكومنسلز الجميله, ايه اللي بيحصل؟ السنسيتيف والرياكتيف سكين ده بيبتدي يظهر عليه المشاكل, ويبتدي المانيفستيشنز اوف اتوبي واكني وروزيشي, وكل الحاجات دي تحصل, والانفيدنج بكتيريا اللي هي لونها احمر الباثوجينيك اللي قدام حضراتكم بتخش جوه الكومنسلز, وتبتدي تلاقي البارير مفتوح والسكه سالكه, وتخش تو انفيد ذا سكين وتبتدي تاذي الطفل بتاعي. طيب ايه اللي هيلخبط لي بقى السكين بارير؟ يا imbalance ما بين الستراتم كورنيوم بروتيز وانتي بروتيز اكتيفيتي, يا الليبيد سينثيسيس الميتابوليزم نفسه بدا يبقى فيه مشكله, يا الجينيتك فاريانس انكلودينج فيلاجرين ميوتيشنز حصلت وبدات تعمل لي مشكله, يا في ابنورماليتيز في الابيثيليال تايت جانكشن, يا في اميون اكتيفيشن بدا يقلل لي الابيثيليال ديفرنشيشن, يا حصل مايكروبيال ديسبايوس.
طيب وايه الريسك فاكتورز اللي بتعمل لي حاجه من دول؟ الحقيقه موجودين في الصوره اللي قدام حضراتكم. استعمال الادلت برودكتس او استعمال الهارد ووتر او التروبيكال اويلز على الجلد، كل دي حاجات ممكن تسبب لي واحده من دول، وفي الاخر الالتيميت ريزلت ان السكين بارير ده يحصل له ديسربشن. طيب نرجع تاني نقول ان الانفنت سكين بياخد نفس الوظائف اللي بيعملها السكين عموما، ولكنه اكثر سنسيتيفيتي، يعني برضو بيبروتكت اجينست ووتر لوس، وبرضو بيساعد الثيرمال ريجوليشن، وهو برضو سنسوري اورجن، وبرضو بيكيب الميه وبيكيب كل الهايدريشن ستاتس كل الحاجات دي، ولكن هو اصغر من الادل سكين في الثيكنس وبيلوز الووتر اند كانوت ريتين ات الحقيقه as much as the adult skin. وكمان في بعض الصفات الاخرى هنشوفها مع حضراتكم، والفيتشرز دي بتخلي البيبيز being immature with delicate or fragile with sensitive needing more protection and care especially في الهيجين بتاعهم during bathing cleaning and any topical agent to be applied to them. يعني هم مختلفين عن الادل في اكتر من حاجه. يس غير الفاست ريت اوف ترانس ابيديرمال ووتر لوس، الدراج ميتابوليزم سيستم بتاعهم immature والسيدم سيكريشن عندهم is less والسوات جلانز بتاعتهم less effective والاسيد منتل كمان عندهم ما هياش موجوده من الاساس، ده in comparison to the adult. يعني هنشوف الصورتين دول نوضح اكتر. هي اللي واضحه قوي قوي الحقيقه الترانس ابيديرمال ووتر لوس، ان الووتر لوس هنا اكتر، والواضحه قوي الثيكنس ان هو ارفع من بتاع الادلت. في صور تانية اوضح كمان، بس الحقيقه اللي عايزه اوصل له من الصور دي كلها ان هو اكثر عرضه للدراينس، ومن هنا بتبدا المشاكل كلها، لان الدراينس دي اول حاجه بتحصل وبتعمل ديسربشن للبارير. يبقى تعالوا نصمت اب بقى. compared to the adult skin البيبي سكين ده ايه؟ ده still actively developing، ده 8 to 20% thinner، ده 3 times larger in comparison to the body size، it's more sensitive and more prone to dryness، it absorbs and loses moisture twice as fast and may be more vulnerable كمان، وhas fewer lipids for protection. جميل. والبي اتش بتاعه بقى اخباره ايه؟ زي ما قلنا الحقيقه احنا بنتولد تقريبا نيوترال بي اتش، وبناخد فوق حوالي اسبوع او اتنين، وبعد كده بنبتدي ناخد الاسيدك بي اتش حوالي 5، علشان لما نكبر نوصل للبي اتش المعروف اللي هو بين 4 و6.7 اللي هو الريجولر بي اتش اوف ذا ادلت سكين. طيب الدراينس دي حاجه ملحوظه، الحقيقه السلايد دي بتوضح، هو 10% من الامهات بس اللي ممكن يجي يشتكوا ان جلد طفلهم ناشف، ولكن لو عملنا فول اكزامينيشن فعلا وبدانا نبص ممكن نلاقي ان اب تو 60% من الاطفال هنلاقي فعلا بالكشف جلدهم فيه دراينس. طيب يعني الدراينس ده مشكله؟ الحقيقه يس، لان الدراينس ده اوله ممكن يبتدي بشويه ديسكومفورت، بس هو هيبوظ لي البارير وهيدخلني ممكن في الرجي او هيسمح بدخول الانفكشن، ويبقى الحل ايه؟ الحل موسترايزيشن، يعني انا من الاول خالص ما اسمحش بالدراينس، لان الدراي سكين مي ultimately lead to the skin barrier damage. والافكتيف استراتيجي بتاعتنا تو بروتكت ذيس ديليكيت بيبي سكين بتقول ان انا محتاجه كلينسنج وايموليانت، وهم دول تو سمبل استراتيجيز ذات ويل كيب ذا سكين اوف ذا بيبي هيلثي ويحميه من الدراينس اللي ممكن يبوظ لي البارير سيستم عنده. طب سريعا تعالوا نشوف بقى ايه الكومن سكين بروبلمز اللي بيشتكي منها الامهات بدري بدري كده. الحقيقه اتوبيك ديرماتايتس ممكن نشوفها كلنا، وهي مع الازمة والالرجيك راينايتس بتعمل الاتوبيك تراياد. جميل. هي كرونيك انفلاماتوري ديزيز وبتتشاف في البيدياتريك ايج جروب، بس ممكن في الانفنسي بتبان اكتر. والكاركترستيك فايندنجز بتاعتها من دراي سكين وبروريتس وارثيما واديما وسكيلينج واكسكورييشنز، ممكن اوزنج وايفن سمتايمز لايكينيفيكيشن. تمام. بتاثر على الاسره جميعا، والكواليتي اوف لايف بتتاثر، مش بس الطفل، الطفل والاب والام وكل الناس اللي قاعدين. الطفل لو كبير شويه بيحصل له سايكولوجيكال بروبلم، لان طبعا الفيزيبل سكين ليجنز بتعمل استجماتيزيشن. ما ننساش الاتش سكراتش سايكل والقلق اللي الطفل بيكون فيه، سليبلسنس ولاك اوف كونسنتريشن ات سكول، ودايما ريبيتد تريتمنت، ودايما كوست عاليه على الاهل، والاهل نفسهم بيبتدوا يشتكوا حتى من الديستيرب سليب باترن بتاع طفلهم اللي بينعكس عليهم هم كمان بديستيرب سكين باترن سليب باترن. طيب نشرح بقى ايه اللي حصل للسكين بارير في الاتوبيك ديرماتايتس. الحقيقه هو ابتدى بالدراينس، والدراينس سببه increased trans epidermal water loss،
وبعد كده بدا يبقى فيه reduced content of ceramides. الحقيقه reduced skin lipid layer ده بيزود الترانس ابيديرمال ووتر لوس برده وهيساعد الايرتنس انها تدخل. وبيحصل changes في الستراتم كورنيوم بي اتش ليفل والالترد كرياتينوسايت سايتوكاين بروفايل بتكمل الماساه. وبكده ببص الاقي السكين بارير ديسفانكشن بتحصل وتتم ويحصل لي مشاكل الاتوبيك ديرماتايتس. نخش في ديتيلز بسيطه كده ونشوف الصور اللي قدام حضراتكم. هنلاقي الابيديرمال بارير هنا اللي موجود في اللور لايرز اوف ستراتم كورنيوم اللي هي اكشوالي ديفرنشيتد كرياتينوسايتس اللي بنسميها كورنيوسايتس دي اللي لونها بيج. هي هيلد توجذر بحاجه اسمها كورنيو ديسموسومز ودول اللي لونهم بيربل قدام حضراتكم. اللي بيحصل بعد كده ان في هايبر اكتيفيتي للبروتيزس سواء اللي جايه من الابيديرمس او جايه لي من بره من المايتس او من الستاف اوريس اللي موجوده. ولو البروتيزس اشتغلت زياده هتكسر لي الكورنيو ديسموسوم جانكشنز. Once the junctions دي اتكسرت بدأت كل الالرجينز تخش لغاية الدندريتك سيلز تحت. ولو دخلت الدندريتك سيلز وبدأنا نجيب التي سيلز وبدأنا نشوف السي دي 4 سيلز معانا وتكون للانترلوكين 4 انا خلاص حصل لي شيفت من تي هيلبر 1 لتي هيلبر 2. ولو الشيفت ده حصل ده اللي بيسبب بروموشن اوف اتوبي. تمام نسام اب بقى الباثو جينيسيس. الحقيقه السكين باري ابنورماليتي قلل الفلاجرين، قلت السيرامايدز، قلت الانتي ميكروبيال بيبتايدز، السيرين السيرين بروتيز انهيبيتورز قلوا والسيرين بروتيز نفسهم بداوا يزيدوا، التايد جانكشن ديس اوردر حصل، بدا الاميون ديسفانكشن يحصل لي، اي جي اي ليفلز عليت، سنسيتيزيشن تو الرجين زادت، تي هيلبر 2 سايتوكاينز اتكونوا، الهاي افينيتي اي جي اي ريسبتورز اكسبريشن زادت، والثايميك سترومال ليمفوبويتين بدا هو كمان يزيد. جميل. الكلام ده كله بيعضده حاجه معينه السكين مايكروبيومول ديسبايوزيس؟ يس، لان ستاف اوريس كولونايزيشن اون ذا سكين موجوده في 90% من البيشنتس اللي عندهم اتوبيك ديرماتايتس. ودول بيطلعوا لي سيراميديز. وطالما طلعوا لي سيراميديز يبقى هيبقى في ديفيشنسي اوف سيراميد. والديفيشنسي اوف سيراميد في الهورني لاير اوف ذا ابيديرمس دي بتزود الهايبر سنسيتيفيتي اوف سكين لانها بتمبير البيرميبيليتي بارير. جميل. يبقى دي كانت قصه الديزيز اللي اسمه اتوبيك ديرماتايتس. وتعالوا نخش في واحد تاني سريع بيشتكي منه كل الامهات برضو في هذا السن اللي هو الدايبر راش. هو ده جنرالايز تيرم الحقيقه بيقول ان في اريتيشن او ريدنس في الاريا اللي كفرد باي ذا دايبر. والاسامي بقى الجديده اللي بيسموه ايه؟ نابكن راش. وبعدين اتدلع شويتين في جروب الماميز ورسي بقى اسمه نابي راش والحمد لله. تمام. اللي هتسمعوه حضراتكم دلوقتي في العيادات كلمه النابي راش وبقت كومن قوي والجروبس دي اصلها بتنرفزني فايه ده حديث اخر. هنلاقي ان 50% من الاطفال المولودين at least at a time جالهم episode of this nappy rash اللي بيحكوا عليها. ومن السلايد اللي قدام حضراتكم هتبان انها بسبب ايه؟ disruption للبارير. واتفقنا ان الهاي ريسك انفايرمنت من مويستشر ويورين وستولز وفريكشن في الاريا دي مع شويه انفلاميشن واكسس مويستشر يجي لي زياده كمان مع انزيماتيك اكتيفيتي زادت وبارير بقى ويك ويحصل لي تاني اريتيشن وانفكشن وكمان انكريز disruption. وكل ده اللي بيسبب لي فعلا راش في الاريا دي. طيب الريزنز ايه؟ ديلي في تشينجينج الايه؟ النابكنز. وكمان التايت والوات والهيوميد ايه؟ برضو التغيير الحفاظات لو اتاخر او انا وانا بلبس وهو تايت واتملى شويه بقى تايت زياده او ما حطيتش موسترايزنج كفايه او ما حطيتش بارير كفايه او استعملت اكسسيف كلينسنج وهارش ميثودز بالذات بنقولها على استعمال حاجات الادلتس في السنسيف سكين بتاع الاطفال. يبقى الاريا دي النابكن اريا دي is sensitive and needs constant care and prevention of sensitive skin issues وعشان كده محتاجه كريم لهذه المنطقه for prevention. يعني الكير اوف diaper rash الحقيقه لازم يبقى by cleansing by drying. والdrying هنا يا air drying يا tap drying او ده اللي عايز طبطبه بقى. تمام كده؟ يبقى يا اما بالاير يا اما بالطبطبه مش بحاجه خشنه ومش بالدعك الزياده ومش هو ده اللي هينظف الطفل. والابليكيشن اوف سبيشال فورميليتد برودكتس لازم تبقى جنتل للسنسيتيف سكين. وطبعا الدايبر لازم يبقى تشينجد ايه؟ فريكوينتلي ودي اهم حاجه.
طيب تعالوا بقى نيجي نخش على الكيرينج اوف بيبي سكين اللي احنا قلنا عليه سنسيتيف. ده ايه الستبس اوف كيرينج؟ من المويسترايزيشن وبعد كده ايه دونت باس اكسسيفلي. احنا في مصر هنا يعني بنستخدمهم ببلطوا كتير قوي وده مش مطلوب جامد كده. مساجنج خفيف واستعمال برودكت جنتل للسكين كل ده بيساعد. ليه المويسترايزيشن مهمه الحقيقه؟ لان اتفقنا ان الدراي سكين هيعمل ايه؟ هو اللي هيبوظ لي البارير. ولو البارير باظ هيحصل ايه؟ لو البارير باظ يبقى فعلا الطفل ده هيبقى عرضه لمشاكل كتير. الافكتيف ريجيمن بتاعتي ان انا تو يوز سكين كلينسنج اند ايموليانت اتليست ايه دول تو سيمبل مسج واستعملهم اون ديلي بيزس. يوزنج ايموليانت ريتش ليكويد كلينسر وود هيلب تو مينتين ذا سكينز ناتشرال بارير فانكشن اوفرينج بيتر بروتكشن اجينست ديهايدريشن. كل المنظمات اللي قدام حضراتكم دي وكل الاكسبرتس في الدرماتولوجي بيقولوا ان الليكويد كلينسر اللي فيه الايموليانتس versus الصوب بارز العادية الحقيقة أفيد كتير. Appropriately formulated emollients can preserve, protect and enhance the infant skin barrier by supplying the water with lipids اللي محتاجها السكين. Moisturization accompanied with gentle cleansing using a skin care regimen containing skin protectants. كل ده free كمان of any irritating ingredients will protect and keep the skin properly hydrated. جبنا سيرة المويسترايزيشن كتير ولازم نقول انواعهم. احنا عندنا الايموليانتس بس في حاجه اسمها اوكلوسيفز في حاجه اسمها هيومكتانتس. الحقيقه الاوكلوسيفز من اسمها هي بتعمل لاير اوف اويل وبيتحط على الجلد وده فعلا بيزود المويستشر عن طريق انه بيمنع الووتر لوس. الانجريدينتس هنا بتبقى بيرتوليتاتم وفي وايت سوفت بارافين وفي واكسز واويلز وسيليكونز. والحقيقه وان اوف ذا مين ليميتيشنز ان بيعمل اريتيشنز واجريزي سنسيشن. الهيومكتانس دول سبستنسز برضو لو اتحطوا على الستراتوم كورنيوم بيزودوا الووتر هولدنج كاباسيتي ودول بيبقوا الجليسرين وبيبقوا اليوريا والسوربيتول الحاجات اللي ممكن تشتغل هيومكتانت. الايموليانس بقى دول بيجوا ان ذا فورم اوف كريم جل لوشن اور اوينتمنت ودول بيشتغلوا تو هيلب ذا سكين فيل مور كومفورتبل لس اتشي وبيسبريد على السكين ويزودوا لي الريت اوف سكين بارير ريستوريشن. الكومن ايموليانس الحقيقه بيبقى فيها ليبيدز واويلز وكولوديال اوت ميل او شيا باتر. والاينتمنتس زي الوايت سوفت والليكويد بارافين بيبقوا شويه جريزي ولكن الكريم واللوشن بيبقوا الميه الووتر كونتنت فيهم اعلى ودول بيبقوا اكسبتد مور ايزلي. يبقى ايه بقى رول اوف ايموليانس في الاتوبيك سكين؟ الحقيقه they restore the barrier, they soothe the dry eczema prone skin, they are the key treatment. One of the simplest and safest methods in ana to control atopic eczema and should be the first line of treatment for patients dol and continually treated الحقيقه ولازم I keep on using then علشان اشوف الماكسيمال افكت. Intensive treatment can reduce the need for topical steroids ودي نقطه مهمه جدا هنقولها لاحقا. الايموليانس دول لازم يستعملوا often وبلارج اماونتس لازم يستعملوا على الهول بودي مش الحته بس اللي فيها سكين انجري. الحقيقه مهم جدا ان هم يستعملوا حتى لو بستعمل حاجه ثانيه فور ذا تريتمنت بيستعملوا بدل الصوب بيستعملوا بدل الشامبو بالذات في اللي تحت 12 شهر بيستعملوا as a single product for all purposes او in combination. والحقيقه النايس recommends the use of emollients as the basis of atopic eczema management حتى لو السكين في وقت ما كان هادي وساكت بس الطفل ده برون وعارف ان هو سنسيتيف يبقى لازم المنتجات دي افضل استعملها. يبقى moisturization will complete emollient therapy الحقيقة recommendation for treatment of eczema for children وده أنا الحقيقة لما دورت لقيت إن اليوز بتاعهم بيبقى أكتر من حاجة يعني الوش برودكت سواء في الباز أو soap substitute والسكين كلينسر كمان وكمان topical applicant سواء كريم أو ointment for the greatest benefit لازم يستعملوا at least twice daily وممكن أكتر من كده. والcardinal rule بتقول to keep the skin moist and apply emollient whenever the skin feels dry. Adherence to the emollient therapy ده ليه potential to reduce the need for more expensive and dangerous medications with doctor visits as well. طيب هل استعمال الناتشرال ساينس في التريتمنت اوف سكين ديسوردرز هيطلع لي حاجات جديده؟ الحقيقه ايوه. الاوت ميل ده الحقيقه كلام جديد ولذيذ قوي والاوت كيرنل نفسها فيها هاي ليفل اوف كومبوننتس كلهم كان بنفيت ذا سكين. Can restore the pH ودي أهم نقطة علشان أرجع الـ skin barrier تاني. وما ننساش إن الأوت كمان فيه أوت أويل والأوت أويل ده مهم جدا
لأن هو الحقيقة هي enhance the barrier وهيساعده to be repaired as well. وأنواع الأويلز قدام حضراتكم في الصورة، بس مش هنجو into deep into النوع نفسه، إنما نفهم إن في oat oil as well. طيب في حاجات تانية، أيوة في الأفنانثراميدز، ودول group of phenolic alkaloids هم concentrated، وشغلتهم إن هم to suppress the inflammation، هم هيقللوا الانترلوكينز المؤذية البرو انفلاماتوري، وهيساعدونا إن احنا نرجع تاني البروفايل الطبيعي للسكين. طيب يبقى البنفيتس اوف اوت تو ذا سكين قلناه، وهنزود عليه كمان ان هو بيبريزرف السكين مايكروبيوم. طب ازاي؟ ما ننساش ان هو بريبيوتيك وهو محطوط على الايه؟ على السكين. يبقى لو هو بريبيوتيك مين اللي هيتغذى عليه؟ اكتيل بكتيريا كويسه الكومنسلز، ولو اتغذت عليه هيبقى عندي لاكتيك اسيد برودكشن، ولو طلع لي لاكتيك اسيد يبقى البي اتش اوف ذا سكين هيتحول لاسيدك سلولي، وهيرجع البارير فانكشن بتاعي بكامل ايه الهيئه بتاعته. قدام حضراتكم هنا فكره ان انا ببتدي ببي اتش جميل وحلو واسيدك، يحصل لي مشكله ادخل بقى ايه يعني ايه هارش فاكتورز، حد بقى استعمل لي صابون ومرشني مرشتين كده وايه ظبطني، وبدا البي اتش بتاعي ياخد الناحيه الثانيه نيوترال ويخش في اعلى من كده كمان. ابتديت استعمل الاوت ميل وفجأة لقينا البي اتش بيرجع لطبيعته تاني. حتى السلايد اللي قدام حضراتكم فيها اسم المنتج اللي فيه الاوت ميل، وبما ان احنا جبنا سيره الافينو نسال حضراتكم بقى مين القمر ده. انتوا عارفين حضراتكم انها فوق الخمسين؟ طب هل تعلموا حضراتكم ان هي الواجهه بتاعه الافينو، بس مش للسكين بتاع الاطفال، ها هم عندهم حاجات للكولاجين وفي عندهم حاجات انتي ايجينج، واللاين ما شاء الله كامل وجميل. ممكن المحاضره الجايه بقى نكلمكم على الحاجات بتاعه الكبار، بس خلينا لغايه النهارده في السكين. المحاضره الجايه نجيبها معانا يا فندم، ومال بسيطه يعني جونسون وراها ايه، تجيب لنا جينيفر المره الجايه اللي تقول المحاضره كمان. نرجع تاني نقول ايه البنفيتس اوف اوت تو ذا سكين، وازاي ان الاوت بي انهانس السكين باري، ونقول ان في حاجه اسمها البيتا جلوكان، يا رب تكونوا سمعتوا عنها. دي يونيك شوجر، وده بقى بيشتغل كهيومكتانت للمويستشر، يعني هيساعد لي كمان تو كيب ذا مويستشر، ويعتبر كولاجين بوستر، وكمان اميون موديوليتور. ده غير بقى الايه؟ الاوت اويل اللي جبنا سيرته، والبوليفينولز اللي هي الانتي انفلاماتوري اللي ذكرناها. يبقى كل الفوائد دي على بعضها مع وجود السابونينز اللي هو ناتشرال كلينسر، الحقيقه انا كده شلت الاويل والديرت وكل المشاكل، والجلد نضف وبقى خد كل الفوائد. يبقى البنفيتس اوف اوت تو سكين ان اتوميك ديرماتايتس، الحقيقه هو انا كده لو حطيته توايس ديلي انا ضمنت ان البارير سيستم رجع، البي اتش اتظبط، واليو اس اف دي اي ريكوايرز ذات اني مويسترايزر افيلبل في اليو اس اي and claiming to treat atopic dermatitis لازم يبقى فيه colloidal oatmeal. يبقى بس الفوائد دي خلاص تم الاعتراف بيها والناس فهمتها وعرفت ان atopic dermatitis مفيش هزار، ده لازم يكون مكون رئيسي. يبقى الاسنشال سكين بارير ريبير في الاتوبيك ديرماتيتس هيساعدني كتير جدا اجينست انفيرمنتال تريجرز، هيساعدني تو ديكريز المويستشر لوس، هيبروموت الهيلثي مايكروبيوم تاني، هيرجع لي الستراتوم كورنير فانكشن لطبيعتها، هيريديوس الريكيرنس اوف اني فلير، وهيبريفنت الانسبت اوف اتوبي الحقيقه لما يتحط ايرلي ان لايف لو الطفل بتاعي ات ريسك. طيب هل في اي مضار؟ هل هو سيف؟ الحقيقه هو سيف على البيبي سكين، واكسلنت تولرابيلتي، والكلام ده موجود ومنشور وايه ومظبطنا ومطمننا. يبقى نتكلم بقى وناكد على التريبل اوت فورمولا، امبروفينج سكين مويسترايزيشن اند بارير فانكشن، من الكولويدال اوت ميل نفسه اللي هو نفسه بيساعد المويسترايزيشن، للايه؟ افنانثراميدز اللي قلنا ليها انتي اوكسنت وانتي ايرتنت وكل الفوائد بتاعتها، وجبنا سيره الاوت اويل واكدنا ان الاوت اويل ده بيساعد لي ان الايه المويسترايزيشن بتاعت السكين، المويستشر تو بي كابت ان ذا سكين، وكمان مي اندوس سيراميد سينثيسيس في الجلد، وده كمان بايه بيبوتنشيت السكين بارير. لو اتحط الحقيقه على السكين مفيش 2 ويكس وبلاقي الدراينس والرفنس سيجنيفيكنتلي نزلوا، وحتى الجلوبال اسسمنت بتاع البيشنت كمان سيجنيفيكنتلي بينزل، وما بحتاجش زيارات الاطباء كتير، والكومبليت ايموليان ثيرابي ده المفروض ان انا لو استعملته فعلا الجي بي كونسلتيشنز في الاطفال بتقل كتير. ريكومنديشنز فور ذا تريتمنت اوف اكزيما ان تشيلدرن، لازم اليوز اوف ووش برودكت
سكرين كلينسر وكمان التوبيكال بريبريشن، وبالتلاتة دول بكون كملت الكمبليت ايموليانت ثيرابي. طيب انا حميت الطفل من ايه؟ حميته من الاستيرويدز، صح كده؟ السلايدز دي بتؤكد الكلام ده، وبتفكر حضراتكم ان انا ممكن يجي لي حاجات كتير بعد الشر زي جلوكوما، زي كوشنج، يجي لي اتروفي اوف ذا سكين، ويجي لي تيلانجكتيزيا، يجي لي اتروفي اوف ابيديرمس، يجي لي ادينكسي بروبلم، يجي لي مشاكل انفكشنز اللي هي بتبتدي ايه تهاجم السكين ده اللي الستيرويدز اتحطت عليه كتير. كل الحاجات دي انا برحم الطفل منها بالبريفنتيف ميجرز اللي بستعملها، ان انا اجيب له منتجات خاصه بيه هو للسنسيتيف سكين بتاعه. انا طولت عليكم، بس خليني اخد معاكم كونكلوجن سريع عشان نرجع ايه نفتكر المسج بتاعتنا غير جينيفر انستون، يعني دي هنفتكرها برضو. understanding the vulnerability of the infant skin والenormous role of the intact skin في الgeneral health والhomeostasis، الcrucial role in maintaining a healthy skin microbiome، كل ده help us to realize the importance of choosing wisely what to apply on the baby's skin. الكولويدال اوتميل في البيبي هير اند بيبي ووش سوزينج اند مويسترينج، وفي البيبي لوشن، وكمان في البارير كريم ده معاه باور اوف تريبل اوت، وكمان معاه زنك اوكسيد. كل ده بيكالم بيبروتكت اجينست رينج اوف سكين كونديشنز. وبالحقيقه بالتيك هوم مسج دي وبالريفرنسز اللي بوضحها قدام حضراتكم بالثانيه الواحده اللي فاضله، بقول لكم ثانك يو فيري ماتش.